مستمرين معكم في برنامج العالم هذا الصباح، ونتوجه إلى الكلمة التي ألقاها خلال حفل إطلاق المنظمة الدولية للهجرة في الكويت الفيلم الوثائقي التي جاء تحت عنوان بكلماتهم وأصواتهم في مكتبة الكويت الوطنية. أكد نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الصباح أهمية توثيق مرحلة من مراحل التعاون الإنساني في المنظمة الدولية للهجرة، مبينا ما تحظى به الكويت من مكانة بين منظمات العمل الإنساني. نشاهد. بكلماتهم وأصواتهم فيلم وثائقي يختصر معاناة الملايين من النازحين داخل سوريا وخارجها في لبنان والأردن والعراق وتركيا الذين يتلقون الدعم المستمر من دولة الكويت منذ بدء الأزمة السورية، وذلك عبر المنظمة الدولية للهجرة ومكاتبها العاملة في تلك البلدان. يوثق مرحلة هامة من مراحل التعاون الإنساني بين دولة الكويت والمنظمة الدولية للهجرة، وثانيا لأنه يعطي نموذجا للقيم الإنسانية التي تطمح إليها البشرية جمعاء، ثالثا لأنه يقدم مثالا على التقدير الذي تحظى به دولة الكويت بين منظمات العمل الإنساني الدولي. توفير الخدمات الطبية وتدريب العمال على أشغال يدوية مختلفة ترجع عليهم بالمردود المادي، نقل النازحين من المراكز الحدودية إلى المخيمات، وتشييد مراكز صحية واجتماعية، إنجازات حققتها المنظمة الدولية للهجرة من خلال الدعم الكويتي. الفيلم يتحدث عن عطاء الكويت ودور الكويت، والحقيقة تواصل هذا العطاء. الفيلم عنوان بكلماتهم وبأصواتهم، وبالفعل استمعنا إلى كلمات من هم معنيين بهذه المساعدات، واستمعنا إلى أصوات من هم معنيين بهذه المساعدات. يسلط الضوء هنا على الدور الهام جدا الذي تلعبه الكويت، وخاصة صاحب السمو الأمير الذي التقيته في هذا الصباح وعبرت عن شكري له لكرمه الأسطوري. فهذه الجلسات والمؤتمرات التي عقدت من أجل سوريا والعراق، ورأينا سرنا بشكل قصير جدا على في هذا الفيلم على هذا الدعم والكرم الأسطوري الذي قدمه معالي صاحب السمو وأيضا الشعب الكويتي. إلى جانب كتاب الكويت ملهمة الأمل في أوقات الأزمات، ينضم اليوم فيلم بكلماتهم وأصواتهم ليكون وثيقة جديدة تسطر مرحلة من التعاون الإنساني بين الحكومة الكويتية والمنظمة الدولية للهجرة. جيهان حبيب، تلفزيون دولة الكويت.